بالله استعنت وعلى الله توكلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم، صلى الله وسلم بعدد ما في علمه عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني سريعا بعزة الله. اللهم صل على سيدتي ومولاتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. أول ما نبتدئ به نذكر سيدتنا قاضية الحاجات أم البنين عليها السلام، وبنية التوفيق والتأييد والتسديد والنورانية في هذا المجلس الشريف وروحانيته والاستضافة أرواح أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فيه، ورحمة لأمواتي وأمواتكم ولمن مات على الإيمان، للمنسيين ومن لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم، ولقضاء الحوائج المتعسرة وشفاء المرضى، سيما لمن سألونا لأجلهم الدعاء، نهدي لها ولهم جميعا ثواب سورة الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني. يا سيدتي دخلي مولاتي زهرة، أخذ بيدك. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ليس الغريب غريب الدار والوطن، إن الغريب غريب الغسل والكفن. يا غريب يا أمة
المظلوم كربلاء. يا مسلم ابن عقيل، يا مسلم ابن عقيل، ليتك حاضر في كربلاء وزينب تحميها وتعينها في حفظ أيتام لها يتصارخون وحالهم يشجيها. وإذا مررت بكربلاء عرج على تلك اليتيمة والثمن خديها، فعسى تهدئها قليلا، إنها ترنو إليك رجاء أن تأتيها. تبكي حسينا حين ينظر حالها. أول يتيمة هذه حميدة بنت مسلم، كل يوم من يمر الحسين يتفقد الأطفال، يشوفها حاطة إيدها على خدها ودمعتها تسيل، يتلوى أبو علي على مصابها. تبكي حسينا حين ينظر حالها، وإذا بكى فحاله يبكي. الخال يبكي على البنية والبنية تبكي على الخال، هي تقول لأبو علي لا تبكي وهو يقول لها حميدة لا تبكي. تبكي حسينا حين ينظر حالها، وإذا بكى فحاله يبكيها. مسح الحسين برأسها فاستشعرت باليود وهي علامة تكفيها. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها. يقول لها حميدة لا تبكين، أنت ابنتي، أخوا بناتي أخواتك، إلا عدها أبو مثل الحسين ما تبكي. لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها. يا تشاشي بكيها، لكنها تبكي مخافة إنها تمسي يتيمة عمها وأبي. يقول والله يا خالي خايفة عليك مو على أبويا. أبويا يوم ودعني وراح قلت له يا أبويا ما أريد أشوفك إلا عند أمي الزهرة بالجنة، خلي الناس تأشر علي ويقولون هذه بنت الشهيد، لكن خايفة عليك يا ابو راس الحنون، اشوف راسك على الربح يا خالي. لكنها تبكي مخافة انها تبسي يتيمة عمها وابيها. ويا يقرأ ويا يجر البعيد. فإذا مضى عنها الحسين، من الذي من صوت آل أمية يحمي، وزنودها مربوقة وحليها مسروقة،
وخيامها محروقة ونارها تكويها. ليلة ليلة اليتامى عمي اللي عند بنية صغيرة وقالت لبابا رايح لحسينية لا تتأخر علي ترى ما أقدر على فراقك يا أبويا. والمحروم من الذرية خلي بركة الدمعة على حميدة إن شاء الله تجيب بنيتك الصغيرة السنة الجاية بالحسينية. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية يا مثل اليتامى تمسح بجفاك. ترى هذا لحن آبائنا وأجدادنا اللحن القديم اللي الآن اندثر خلنا نرجع حول ونا تصير ثوابها إلى أمواتنا. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية يا مثل اليتامى تمسح بجفك تمسح على راسي ودمع العين همال جني يتيم الكافي الله من هالأحوال. ما عودتني بهالفعل من قبل عفية يا خيال خليت دمعاتي على خدي جري. ذبحتني يا خالي اليوم ذبحتني يوم اللي حطيت ايدك على راسي بمسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذا يا خالي من على عام فدوى قلبي مروع حيث ابويا بسفار غايب طول الغيب يعود هلا بعجل هالبيت اريدك انت تستلمه من عندي. سافر عساه يعود ليا بالسلام ايه وقعد بحضنه وينشر ايه صدر بك عيد وياي وانت اللي تقرا. سافر عساه يعود ايه وقعد بحضنه وينشر ايه صدر بكلام. شنه سمعت عن والدي حلو الجهامة يا قالها يا بنت غيبته علج بطيء. لا تفاول على أبوي إن شاء الله بيرجع وحطني بحضنه مثل عادتك الليلة ما ينام إلا يوسدني على ذراع إن شاء الله يرجع الحنون. قال ما بريد راح جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة يقولون من قصر الإمارة الله بالحبل بالأسواق جسمه يصحبونا وراس المشكر راح للطاغي هدي. شوية شوية عليها يا ابو علي ناوي تذبحها على ابوها لا تفصل لها اخبار حنونة ما تقدر تسمع. شال راس الحسين صاح زينب تعالي شيليها شيليها لا تذبحني قبل يوم العاشر ذوبتني من احكي وياها. بس عمي انتو يا اهل الدمعة اللي استلمتوا البيت قريتونا قبلي شباب وكبار احكي وياكم كم مرة نادوا على زينب تشيل اطفال يا عمي عطني مهلة ادري هالبشوة وهالدمعة على منو نازلة ادري 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 بس خلي امشيها وياك اقول لك كم طفل شالت زينب. شالت حميدة لكن بعدها على قيد الحياة وشالت بنية من تحت حوافر الخيل
وشالت سهم من نحر عبد الله الرضيع، وشافت طفلين في البر وشالتهم على صدرها، شفتهم يلول ميتين، واحد حاضن الثاني. بس تدري أزيد طفلة اللي ذبحت زينب بني؟ إيه عمي، هالأطفال اللي شالتهم شالتهم بروحهم، ما جت لطفلة وشافتها نايمة على راس اللي رقية بنت الحسن. يلا عمي، والله الليلة رقية مولاتي ما أنساها، فاز عائلي وفاز عائلة الأطفال والمرضى اللي بيهم أمراض كانسر واللي عندهم أطفال بين الموت والحياة الليلة على سفرة رقية وحميدة. مددت طفلة أخوها وغمضت منها العين، ومن حضنها راس أبوها شالت بلوعة وحنين. دارت النسوة عليها وجدد ومات محس، وطاحت سكينة على جنازة اختها معولة. اويلي، صاحت سكينة يا عم بالعجل ودي خبر إلى وين الكربلة حتى يجينا أبو الفضل يحفر قبر الشهيد حسين، خلى يجيب كافوروس صدار، والولد الأكبر يشيل اخته ونعشها يحمله. اسمعها زينب شو تصيح، شلون ادفن هاليتيمه والاهل كلهم غياب بين عدوان وجنازه امدد وديره تجنا، وين جدي وين ابوي المرتضى داحي الباب، وين اهلنا ما درى وعندي جنازه معطله. وقفت على باب الخرابه زينب يوم جابوا الغاسله، يقولون تريدون يغسلونها، زين ما عدكم حنوط، ما عدكم كافور، ما عدكم سدير، ما عدكم كفان، ما عدكم إلا هالثياب المحرقة ممزقة. قالت الآن الآن، أوقف على الباب وأنادي كان واحد يفزع لها اليتيمة، تبيعون تبيعون، اسمعني من قلبك وأريد الدمعة والونة من عندك، تبيعون تبيعون الرشايب هزلوا زينب. تريد واحد يعاونها؟ الرشايب الرشايب هزلوا زينب، تبيعون تبيعون ويعدل ستر محملها، عون ولدها تريده، تبيعون تبيعون تبيعون. زينب تقول يا اهل الشام ما عدكم شي، بيعون يا اهل الشام ما عدكم، تبيعون تبيعون كفن يا ناس اريد ادفن رقي، اي كفن يا ناس اريد ادفن، زينب تقول سبايا ونتستر بدينا 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 والناس تتفرج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم المنكرون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. يطلق على إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين آلاف التحية وأزكى السلام، يطلق عليه أبو الأضياف، وستفرد لهذه الصفة ولهذا اللقب محاضرة مستقلة إن شاء الله. إحنا عدنا من ضمن سلسلة الخليلان إبراهيم والحسين حلقة خاصة بالضيافة الربانية لإبراهيم، تنظر في محلها، لكن هذا أنا أستخدمه كمدخل في هذه الليلة. ما أكثر الأضياف الذين نزلوا على إبراهيم، والذين أحب إبراهيم الخليل أن يضيفهم. لكن من بين هؤلاء الأضياف ذكر القرآن عينة خاصة، عبر عنهم بأنهم ضيف إبراهيم، ولقبهم بأنهم المكرمون، كما تبين في القرآن الكريم في هذه الآيات التي قرأتها من سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. منهم ذول الأضياف؟ ذول الأضياف ليسوا من البشر، ضيوف مميزون يأتون في هيئة متنكرة، عبر عنهم إبراهيم بأنهم منكرون. جماعة من الملائكة يقودهم جبرائيل. كم عدد هؤلاء الأضياف؟ الروايات والتفاسير متفاوتة، بعضهم يقول بأنهم 4، روايات أخرى تقول بأنهم 8، روايات ثالثة تقول بأنهم 12، لكن كل رقم لازم تخلي وياهم جبرائيل. فإذا تريد تعتمد على الرواية اللي تقول أنهم 4، فإذا 3 من الملائكة وجبرائيل الرابع. إذا تعتمد على رواية 8 من الملائكة، فإذا 7 من الملائكة والثامن منه جبرائيل. إذا تعتمد على رواية 12، 11 ملك يتقدمهم منه جبرائيل. ذولا ما كانوا جايين لضيافة، ذولا كانوا جايين لغرض آخر، وأصلا مو جايين لإبراهيم، رايحين إلى لوط، لأن هناك مهمة عندهم، المهمة أن ينقذوا لوطا وينقذوا المؤمنين معه، الذين يريدون قومه أن يكيدوا له ويقومون بتصفيته. فأمرهم جبرائيل بأن يخرجوا، لأنه سيقوم بإنزال العذاب الإلهي على قوم لوط. في أي منطقة؟ المنطقة اسمها القديم سدوم، يسمونها سدوم. طيب، فالمفروض جبرائيل ياخذ الملائكة ويطلعون مباشرة إلى منطقة لوط، لكن من نقرأ في الروايات أن جبرائيل قبل أن يذهب إلى لوط ابتدأ أولا بمن؟ بإبراهيم الخليل عليه السلام. إجا جبرائيل معه الملائكة، سواء كانوا 3 أو 7 أو 11، وصل إلى إبراهيم. إبراهيم في البداية ما عرفهم، لأنهم نكروا صورتهم، حتى جبرائيل مغير صورته، يظهر بأن صورة الوحي مستقلة وصورة البشارة مستقلة وصورة العذاب صورة مختلفة، فما عرفهم في البداية إبراهيم الخليل. طيب، ليش إجوا في البداية إلى إبراهيم؟ ليش ما راحوا مباشرة أنزلوا العذاب على قوم لوط وخلصوا لوط؟ أنا أقول لك ليش. واضح يا إخواني من الروايات أن إبراهيم الخليل كان يحمل في قلبه همًا على لوط، لأن لوطًا كان قريبًا لإبراهيم، بينهم علاقة نسب وراح تمر علينا إن شاء الله في طيات البحث. وطيلة هذه المدة كان إبراهيم الخليل قلقًا على لوط،
الله تبارك وتعالى أراد أن يطمئن إبراهيم، وأراد أن يبشره بنجاة حبيبه لوط، فأوحى الله إلى جبرائيل قال له قبل لا تروح إلى لوط وتخلصه، وقبل لا تنزل العذاب على قوم لوط في مدينة سدوم، أول روح إلى إبراهيم إلا قلب قلق وفي وجل على حالة لوط، خائف عليه، بشر بأن جاء الأمر بنجاته ونجاة من معه، وذول اللي يريدون يأذون راح ننزل العذاب عليهم. فإذا استقر إبراهيم وهدأ إبراهيم وفرح إبراهيم، ذيك الساعة اطلع روح إلى لوط. القضية يا إخواني فيها وجه شبه مع الإمام الحسين عليه السلام. شلون؟ أنا أقول لك، كما أن إبراهيم أرسل مقربا محببا إلى قلبه وهو لوط، الإمام الحسين عليه السلام أرسل محببا ومقربا إليه وهو منه مسلم ابن عقيل. وكما أن إبراهيم الخليل كان قلبه وجلا وقلقا على حالة لوط بعد طيلة الغياب، كذلك إمامنا الحسين عليه السلام من نقرأ في المقتل الإمام الحسين من يشوف واحد جاي من جهة الكوفة يقول له أخبار ابن عمي بشرني عنه، وكان يترقب أخباره ويتطلع إليها. فإحنا إن شاء الله حلقة هذه الليلة باعتبار مناسبة شهادة باب الحوائج مسلم ابن عقيل عليه السلام، ستكون حلقة هذه الليلة تحمل بحثا بعنوان الخليلان وإرسال المقربين. أي مقربين؟ نقصد بأن إبراهيم وهو الخليل الأول أرسل المقرب الأول وهو منه لوط، والخليل الثاني وهو الحسين أرسل المقرب الثاني وهو منه مسلم ابن عقيل. فهذا الرابط حتى تكون واضح الحلقة من عنوانها. وسيكون البحث مشتملا على فصلين أمر عليهما تباعا إن شاء الله، ومن الله استمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، ومنكم ألتمس الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. خطة البحث في موضوعي لهذه الليلة سأشير إلى فصلين، كل فصل يحمل قصة خليل من الخليلين. راح نتحدث أولا عن معلومات حول إرسال المقربين عند إبراهيم الخليل عليه السلام، وفي الفصل الثاني راح نتكلم عن معلومات عن إرسال الحسين عليه السلام لمسلم ابن عقيل، وراح نمازج بين الفصلين نشوف شنو الفرق بين إرسال إبراهيم للوط وإرسال الحسين لمسلم. هي القصة تحمل وجه شبه لكن هناك فروقات، وراح نبين هذه الفروقات إن شاء الله في أثناء البحث. الفصل الأول نتحدث عن إبراهيم الخليل الأول يرسل المقرب الأول وهو لوط عليه السلام. في البداية لازم نتعرف شنو الرابط الذي يربط لوطاً بإبراهيم. هل بين لوط وإبراهيم نسب أو ما بينهم نسب؟ بينهم نسب. خلني نشوف ما يذكره الشيخ الطبرسي على الله مقامه في تفسيره مجمع البيان الجزء الرابع صفحة 299، حط بالك لأنه هذا راح يأسس إلى معلومات قادمة. يقول الشيخ الطبرسي عن لوط النبي، قال: هو لوط ابن هاران ابن تارخ. احفظ الأسماء لأن هي الأسماء بيها جانب عقائدي مهم، قد واحد يقول أنا ما نحتاج شيخنا إلى أسماء آبائهم، أريد بس اسم لوط وخلاص، شو سوي بأسم آبائه؟ راح أبين لك الآن. هو لوط ابن هاران ابن تارخ ابن أخي إبراهيم الخليل. يعني إبراهيم الخليل شو يصير إلى لوط؟ يصير لعمه، ولوط يصير ولد الأخ. الفائدة يا إخواني في هذه المعلومة شنو؟ القرآن الكريم يشير إلى أن أبا إبراهيم شو اسمه؟ آزر. وكان آزر عنده ميول نحو عبادة الأصنام ونحو عبادة نمرود. وتلاحظ بالقرآن دائما إبراهيم يناظر اللي يسميه القرآن أباه
أباه آزر: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فعند البعض من المسلمين ذهب إلى أن أب إبراهيم شنو؟ كافر، بدليل المحاورة وبدليل أن القرآن سماه أبوه. لكن آزر يا إخواني مو أب لإبراهيم. آزر شي يصير إلى إبراهيم؟ يصير لعمه. إحنا حسب ما مر علينا بالتفسير أبو إبراهيم شو اسمه؟ تارخ. هار لوط اسم أبوه هاران ابن تارخ، هاران أخو إبراهيم، يعني إخوان اثنين، واحد اسمه إبراهيم والثاني اسمه هاران، وهذا العم إبراهيم ولد الأخ لوط. آزر يصير عم إلى إبراهيم، يعني أخ إلى تارخ، انحرف. وهذا يصير مثل ما أن أبا لهب عم إلى النبي صلى الله عليه وآله وانحرف. زين ليش يسميه أبي؟ هذا من باب التأدب. ما شايف أنت الآن واحد مثلا يريد يدخل الحسينية وأكو واحد شيبة وراه ما يتقدم عليه، يقول لحج تفضل، قال يا بابا أنت سبقتني أنت على اليمين، قال لكن أنت كبر أبويا، أنت مثل أبويا، صحيح لو لا؟ هذا من باب الترحم ومن باب التأدب. وإلا إحنا عقيدتنا يا إخواني أن آباء الأنبياء والأوصياء كلهم أهل إيمان، لا يسجدون لصنم ولا يكفرون. الآخرون عندهم رأي آخر، عندهم حتى بالنسبة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله. عدهم بأن النبي مات أبواه كافرين، هالشكل ينسبون إلى رسول الله. إحنا لا، إحنا مو نقول بس عبد الله بن عبد المطلب مؤمن، لا، في قمة الإيمان، بل من حملة الرسالات ووصي الأنبياء. عبد المطلب سيد الأوصياء، من أهل الوصايا ومن المستحفظين والمستودعين الأمانات، هذه سلالة الأنبياء. زين، هاي معلومة عقائدية سريعا. فإذا النسب يذكر الشيخ الطبرسي لوط ابن هاران ابن تارخ ابن أخي إبراهيم الخليل. أكو رأي آخر، هم هذا من باب المعرفة من باب الفائدة، يقول لا مو ابن أخوه، وإنما سارة زوجة إبراهيم تصير أخت لوط، وهذول أولاد خالة، يعني أم إبراهيم وأم لوط أخوات. خلي أذكر لك العبارة: وقيل إنه كان ابن خالة إبراهيم، وكانت سارة امرأة إبراهيم أخت لوط. فإذا صلة القرابة بين إبراهيم ولوط رأيين: الرأي أن إبراهيم هو العم ولوط ولد الأخ، الرأي الأول. الرأي الثاني أنهم أولاد خالة، أم إبراهيم وأم لوط أخوات. هذول رأيين حتى نبين صلة القرابة التي تجمع بين هذين النبيين، بين إبراهيم وبين لوط. طيب، شلون إبراهيم أرسل لوط؟ المفترض بأن إبراهيم يكون دائما مع لوط ولوط مع إبراهيم، ليش أرسل إلى سدوم؟ مثل ما بينت الروايات بأنه جاء طلب من إبراهيم لما شاعت الانحرافات في تلك المنطقة التي تسمى سدوم، اجوا الناس شكاية، اشتكوا الى ابراهيم وقالوا احنا نريدك تجي، لانه المنطقة بحاجة الى ترميم، بحاجة الى اصلاح، بحاجة الى تقويم في الاخلاق، عندهم انحرافات ما احب اني انا اسميها بالالفاظ، الالفاظ تعرض الها القرآن الكريم، بس انا انزه مسامعكم وهم اراعي وجود الاطفال عندي في المجلس، بس واضحة الفكرة. طبعا قوم لوط وما يصنعون، الناس اللي تمر على المنطقة ما كانوا مرتاحين من هذه الانحرافات الأخلاقية الموجودة، فلجأوا إلى إبراهيم الخليل، قالوا له: يا إبراهيم دبرنا، شوف لنا شارة، ذولا شاعت الفاحشة والانحرافات عندهم، وإحنا ما نريد نمر عليهم، وإلى متى راح نخليهم؟ راح تنتقل عدوى المرض الأخلاقي، فإحنا نريدك تجي حتى تصلحهم. قال لهم: أنا راح أرسل لكم واحد، لأن هم أنا عندي مشاريع. منو ترسل؟ قال: عندي واحد مقرب إلى قلبي وهو موضع ثقتي، وهذا هم الله بعث نبي، وراح يجيكم هناك ويعمل على إصلاح الفاسد منكم. خلي أقرأ لك ما ذكره العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار الجزء 12 صفحة 155. قال: فشك الناس ذلك، يعني شكوا فعل قوم سدوم،
فشكى الناس ذلك إلى إبراهيم عليه السلام، فبعث إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم. فلما نظروا إلى لوط، طبيعي واحد جايينهم مو من ديرتهم مو من بلدهم، يقولون له انت شنك علاقة بينا انت اصلا، انت ليش؟ وهذا لازم تسألون يا اخواني انفسكم، يعني احنا فعلا مر علينا قصة لوط. شوي راح ارجع شريط المجالس السابقة حتى انعش الذاكرة. تتذكرون يا اخواني احنا قلنا ابراهيم من اي بلد؟ عفية على الأولاد، غير قلنا من العراق احنا. طيب يوم طلع إبراهيم من العراق ويا أحد؟ لو ما ويا أحد، منو ويا؟ سارة ومنو؟ ولوط. فإذا اللوط أصله شنو؟ عراقي، مثل ما إبراهيم شنو؟ عراقي. طيب لوط راح إلى المنطقة التي خسف بها جبرائيل، وين المنطقة؟ الأردن اللي اسمها القديم سدوم، اليوم معروفة بالأردن. هناك المنطقة كانت موضع الحادثة. طيب ما سألت نفسك واحد عراقي رايح إلى ديرة ثانية وجاي يدعوهم، أنت شلك علاقة بينا؟ مو عاجب إنك أطلع؟ مو هالشكل المفترض يصير؟ نعم، لو أنت واحد من ديرتنا من عائلتنا من أرحامنا آمنا بالله بلدك، بس أنت ما لك علاقة بيها، احنا مستانسين ومرتاحين من اللي نسوي، أنت شجابك إلنا؟ لو تبقى ويانا لو تطلع. شو اللي خلاهم يقبلون بوجود لوط معهم؟ ما تفكر شنو السبب؟ اللي ذكر العلامة المجلسي يفسر السبب ليش كان لوط موضع احترام عندهم وموضع رهبة. خلي أقرأ لك العبارة، قال: فشكى الناس ذلك إلى إبراهيم عليه السلام، فبعث إليهم لوطا يحذرهم وينذرهم. فلما نظروا إلى لوط قالوا: من أنت؟ أنت منو اللي جاي تحذرنا وتنذرنا؟ إحنا ما حد إجا يكلمنا، أنت منو؟ من أنت؟ قال: أنا ابن خالة إبراهيم الذي ألقاه الملك في النار فلم يحترق، وجعلها الله عليه بردا وسلاما، وهو بالقرب منكم، ترى مو بعيد عنكم، وهو بالقرب منكم، فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا فإن الله يهلككم. زين، قال لهم شنو؟ قال لهم: سامعين عن إبراهيم؟ مر علينا أنه النار لما لم تحرق إبراهيم انتشر الخبر وطلع من العراق وراح إلى المناطق المجاورة. قال لهم: سمعتوا عن العراق ايش صاير بيها؟ واحد طلع على ملكهم النمرود اسمه إبراهيم وجمعوا لحطب سنة كاملة وأضرموا النار. قالوا مضرب مثل القضية، إيش صار باللي ذبوا في النار؟ قال: نسمع يقولون ما احترق. قال: هذا اللي ما احترق اللي اسمه إبراهيم ترى ابن خالتي وموديني إلكم وجاي أنذركم، وإلا السر اللي عنده بينه وبين الله عطانية ينزل العذاب عليكم. فعرفوا بأن لوط مو إنسان عادي، من حملة الأسرار ومن حملة القضايا، والأسرار اللي عد إبراهيم الخليل عد منه؟ عد ابن أخيه أو ابن خالته لوط. فلهذا كان موضع احترام من جهة عند العقلاء وموضع رهبة وخوف عند الحمقاء والمنحرفين. خلنا نكمل العبارة اللي يذكرها العلامة المجلسي، قال: وهو بالقرب منكم فاتقوا الله ولا تفعلوا هذا فإن الله يهلككم. فلم يجسروا عليه وخافوه وكفوا عنه. واحدهم قال: خلوا مكانه لا يسوي لنا مشكلة وإحنا في غنى عنها، سمعتوا ايش صار بالعراق؟ ما نريد اللي صار في العراق يرجع لنا بالأردن. فلهذا ابتدأ هنالك لوط يتودد إلى بعضهم ويحاول أن يتقرب إليهم حتى يتركهم من الغي والانحراف الأخلاقي الذي كان عندهم. هذه قصة إرسال إبراهيم الخليل إلى لوط إلى أرض سدوم. طيب إبراهيم جاءت له بشارة، قلت لك إحنا أول ما ابتدينا الحديث تتذكرون إبراهيم كان قلق، يعرف ذولا أناس أشرار ويعرف عندهم نزعات شيطانية وما عند أخبار تجي، لا يقدر يترك أهله ومنطقته ولا جايتن أخبار. ذاك اليوم إجوا جماعة متنكرين، قدم إلهم مثل ما ذكر القرآن لو عجل سمين لو عجل حنيذ، وما مدوا أياديهم للطعام. عادة الضيف من يجي مديدة إلى الطعام، خاف من عدهم، قال هذول وضعهم مو شيء مو وضع طبيعي. سألهم: منو أنتو؟
جبرائيل كشف عن وجهي. قال انت جبرائيل؟ قال اي نعم. خير جبرائيل، انت تجيني لكن هالجاية مختلفة، انت جايب وياك جماعة. هم ملائكة نزعوا الغطاء، طلعوا ملائكة، لو اربعة لو ثمانية لو اثنى عشر، خير هالجاية غريبة. قال جبرائيل لإبراهيم، إبراهيم ترى احنا مو جايين إليك، احنا طالعين إلى سدوم، رايحين إلى ابن أخيك لوط. احنا نعرف ايش قد قلبك مشغول عليه، والله دازلنا إليك حتى نطمنك. قال ما تدرون أنا ايش قد قلبي ماخذنا الانقباض على لوط. فجبرائيل يقول لإبراهيم انت مو أعلم بي منا، زين انتو ناويين تسوون؟ قال خلاص صدر القرار من الله بأن أقوم بإنزال العذاب على مدينة سدوم. قال زين وابن أخويا وعائلته وأهله؟ قال ما يحتاج تخبرنا، يعني احنا ما يصير ننزل عذاب على بلد ما ندري من ولا فيها، نعرف المؤمن نعرف المنحرف. خلي أقرأ لك الرواية، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 12 صفحة 148. فقال إبراهيم عليه السلام للرسل إن فيها لوطا، سدوم ابن أخويا هناك، إنت إذا رايح تنزل العذاب يعني راح يتأذى ابن أخويا، إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله أجمعين إلا امرأته، قدرنا إنها لمن الغابرين. زوجته، زوجة لوط، امرأة منحرفة، وهذه المرأة المنحرفة مكتوب احنا نريد النجاة لكن هي ما تريد، راح تظل وياهم وراح ينزل العذاب عليها وعليهم، فاحنا جايين إليك حتى نبشرك بسلامة من تحب، وأنه سيأتي الوقت الذي تلتقي به وتضمه إلى صدرك وتعانق. هذا الآن الفصل الأول انتهينا من عنده، أعطيتك معلومات بين إبراهيم وبين لوط، بس إلي إثارة سريعة أريد أجيبها. أحبائي ليش إجوا ذيك الساعة إلى إبراهيم؟ ليش ما راحوا مباشرة إلى لوط؟ وبدل ما يجي جبرائيل إلى إبراهيم يقول له راح ننزل العذاب على سدوم وإن شاء الله لوط راح يجي، لا روح يا جبرائيل خل لوط يطلع من سدوم ونزل العذاب وجيبه إلى إبراهيم. قال له تفضل، هذا اللي كنت تحاتي وتشايل قلبه، مو تمام؟ بس أنا أقول لك محاورة بين الله وبين كليمه موسى ابن عمران عليه السلام. موسى يسأل الله يقول له يا رب أين أجدوك؟ من أريد أطلبك يا ربي؟ من أريد أناجيك؟ من أريد أوجه لك الدعاء؟ وين حصلك؟ يعني أماكن الاستجابة، أفضل الأماكن التي تستجيب فيها وتستجيب لأصحابها، وين؟ أين أجدك؟ الله أرسل إلى موسى عند المنكسرة قلوبهم، الشخص اللي قلبه مكسور، ترى الله رحيم وهو حنون في نفس الوقت، اسمه الحنان، اسمه العطوف، والدمعة الغالية ما تروح عند رب العالمين. ولهذا يا أحبتي سمعوا ايش أقول لكم، هذه ثمرة موجودة في حسينياتنا وفي مآتمنا، وشفناها بالتجارب وشفناها بالأرقام الملموسة، ويهمني أني أنا أؤكد عليها. ليش أؤكد عليها الليلة؟ الليلة رابع محرم. أنا أقول لك ليش لا أحبائي، بعد ليلتين ثلاث اجينا ليلة باب الحوائج، وليلة باب الحوائج كل واحد عنده حاجة يحطها على فراش أبي الفضل العباس، فلهذا هذه الليلة ليلة مرتقبة عند الجميع. المحروم من الذرية ينتظر ليلة أبو فاضل، اللي عنده مريض والحالة مستعصية ينتظر ليلة أبو فاضل، واللي عنده أسير ينتظر ليلة أبو فاضل، واللي عنده شدة مو عارف شلون تنحل ينتظر ليلة أبو فاضل. فلهذا هذول أهل الحسينية يعرفون شكم تجي رسائل، شكم تجي توصيات الخطباء، شكم تجيهم رسائل وتوصيات. تعال شوف، مرة رسائل بالواتساب، مرة رسائل كتبية، مرة تعليقات باليوتيوب، مرة كذا، لا تنسون من الدعاء. ليش أنا أتعمد هالليلة بالذات أنقل لك هذا الكلام؟
أنا أطلب من عندكم يا إخواني شباب، حطوا بالكم خصوصا أنتوا أولاد، أولادي حطوا بالكم للكلمة هذه. الكلمة أنتوا بالذات ليش أخاطبكم؟ أنتوا قلوبكم طاهرة نقية، ما عندكم ذنوب، ما عندكم معاصي. أنا أريد أزرع هالبذرة في قلوبكم. من نقول لكم عندكم مريض، من نقول لكم عندكم واحد مديون، من نقول لكم عندنا واحد صار له الآن 20 سنة ما عنده ذرية، لين نقلنا حوائج الناس، عيش ألم الآخرين، عيش الانكسار معه. لا تعتبر خبر، تسمعش أقول لك لولا من أقول لك أنا أكو مريض في العناية المركزة، لا تنسونا من الدعاء. ترى مو جاي أنا عاطنك خبر، أنا لا عاطنك هاشتاج ولا منزل لك تغريدة في تويتر، لا، أنا أريدك تعيش آلام الأم اللي توقف على ولدها بالمستشفى. أنا أريدك تنتقل إلى هاي الزوجة اللي صار لها الآن 20 سنة ما شافت زوجها. أنا أريدك تعيش مشاعرهم. إذا عشت مشاعرهم من تدعي لهم، ما تدعي دعاء المترف، تصير كأنك أنت صاحب الحاجة والحاجة إليك وجاي الحسينية، الله وفقك إلى الحضور في مجلس الحسين فتقدم حاجتهم على حاجتك. زين، وإذا صار عندي انكسار في القلب ش أحصل؟ أنا أقول لك ش تحصل، تحصل هدية من رب العالمين لم تكن تحلم بها. طالبني بالدليل، أنا دائما أقول لك لما أجيب لك شيء قل لي شيخنا شنو الدليل، هذا الدليل اللي جايبنا. أنا ليش متعمد أجيب هي القضية؟ إبراهيم وسارة يعيشان حالة بكاء مستمر على لوط. اسمع شباب ركزوا، إبراهيم وسارة يعيشان حالة بكاء على لوط. عندنا الرأي الثاني، تتذكرون سارة شو تصير إلى لوط؟ تتذكرون من يجاوبني؟ أحفي على الأولاد. قلنا رأي أول بأن إبراهيم عم لوط، ورأي ثاني بأن إبراهيم ابن خالة لوط وسارة اخت لوط، فهي تبكي على أخوها وإبراهيم يبكي على ابن عمه. الله رحم دمعة سارة على الأخو. إجالها جبرائيل قال لها شوفي سارة، احنا رايحين إلى سدوم، شغلنا هناك مو شغلنا وياكم، لكن هالدمعة من عندك على أخوك وهالانكسار اللي على عندنا في قلب إبراهيم على ابن خالته أو ابن عمه، هذا منظور عند رب العالمين. راح نعطيكم جائزة أمنية كنتوا ما تحلمون فيها. شنو المكافأة؟ وإذا من أشر عليها جبرائيل، وإذا رجعت شابة قال لها من الآن سيرزقك الله ولدا بعد الأياس، محرومة من الذرية. يوم انكسر قلبك على أخوك وصرت تدمعين عليه، رحمة الله عليكم أهل البيت. ذيك الساعة رجعت شابة حملت من إبراهيم، أنجبت ولدا نبيا وهو إسحاق. إسحاق شلون إجا يا جماعة؟ سؤال أسأل، شلون إجا؟ من كسرة القلب اللي كان عند سارة على لوط، عوضها الله. فإحنا يا أحبتي هذه الليلة أنا أأكد، حتى نستثمر ليلة السابع، حتى نستثمر ليلة عاشر، ليلة استجابة الدعاء وقضاء الحوائج، أريد من عندك مو تسمع، أنا ما أقول لك لا، هذا أنت قيم نفسك. إذا متعود وقت الدعاء، شباب تسمعوني، شباب اللي عند الباب اللي برا قاعدين، حتى اللي برا قاعدين في الكراسي، لا والله مو بس وياكم أحكي، حتى أحبتنا للآن عبر البث الافتراضي يسمعونا، من يخلص شيخ ياسين من النعي يرفع ايده يا الله، خلاص خلص المجلس، طفيت اليوتيوب وانتهيت مجلس وخلصت من عنده. شباب يمكن يقولون صار لنا ساعة فوق الساعة احنا قاعدين، والباركات هناك والسيارات، وصير زحمة الى تقريبا ساعة ساعة ونص، يلا نقدر نطلع، خلي ألحق مدام يقرأ شيخ ياسين الدعاء، أنا اطلع اخذ سيارتي وامشي حتى ما تصيدني الزحمة. فوت على نفسك فرصة كفرصة سارة حينما رزقها الله بعد الأياس. تلو تقعد وترفع ايدك الى السماء وتحس بالانكسار وتطلب لغيرك اصحاب الحوائج، الله يوجبك ويقدمك عليهم بعد. شلون يقدمك عليهم؟ مثل ما الله قدم حاجة سارة على نجاة نبي وهو لوط، يقدم حاجتك اللي انكسر قلبك على صاحب الحاجة، ويبديك انت ويقضي حاجتك ويقضي حاجة ذيلك. فيا اخواني مجالس الحسين لا تفرطوا في الدعاء فيها،
فإنها روضة من روضات الجنان، ولا تشك بأن عين الحسين ترعانا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وإنه لينظر إلى شيعته والباكين عليه والمقيمين العزاء إليه عليه فيستغفر لهم. يعني الحسين الآن عند مليك مقتدر ويقول: ذولا اللي قاعدين نص الليل يبكون علي، يا ربي بلغهم مناهم، يا ربي اقضي حوائجهم، يا ربي فرج عنهم. فإذا حصلت حاجة قلت: شيخنا دعولي، بركة دعاء المؤمنين وبركة دعاء الحسين عليه السلام. سمعت أحبتي، أنا ما ألزمك بالبقاء أو المكوث، تبقى والله أحطك على عمامتي من فوق. أنا أتشرف وأعضاء المأتم يتشرفون بخدمتكم، إحنا خدام إلكم بلا مزايدة ولا مبالغة. مستعجل وتروح مودع بالله ومحمد وعلي، وندعي لك ونقول ننتظرك ليلة باكر، لكن تبقى لتتم الدعاء. هنيئا لك ما تلقى من جوائز ومن عطايا ربانية، اذكرنا ونذكرك إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. زين، هذا الخليل الأول أرسل المقرب الأول، خلنا نشوف الخليل الثاني. من الخليل الثاني؟ الحسين. أرسل المقرب الثاني، من المقرب الثاني؟ مسلم ابن عقيل. شو الفرق بين الاثنين يا جماعة؟ شو الفرق بين الاثنين؟ سبحان الله، هذا العم وابن الأخ وهذا ابن العم، لكن تعال شوف حب الحسين إلى مسلم ابن عقيل، هل مثل حب إبراهيم إلى لوط؟ لا، مسلم احتل مكان في قلب الحسين لا يضاهيها أحد. شوف شي يقول الإمام الحسين عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 44 صفحة 373، قال العفو 44 صفحة 334، قال: وأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. بعض النقولات: والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم ابن عقيل. يقول صدق لوط غالي عندي، لكن ولدي مسلم هو المفضل، ولدي إسماعيل هو المفضل، ولدي إسحاق هو المفضل. الحسين يقول: ترى مسلم مفضل عندي من أهل بيتي. شوية لازم أوقف عند هالحكاية، يزعل علي أبو فاضل. ترى سألني وسألوني مرات كثيرة، قالوا: شيخنا إذا الحسين يقول ثقتي والمفضل عندي مسلم ابن عقيل، وين راح أبو فاضل؟ شو تقول، مسلم أعلى شأنا من أبي الفضل؟ شو تقولون؟ إيه أنا أقول لك عمي، من قال الحسين ثقتي من أهل بيتي الأشهر الحرم؟ هذا سؤال سريع وراح أسقطه الآن على أبي الفضل. الأشهر الحرم كم شهر؟ منو يقول لي؟ 4 أشهر يسمونها الأشهر الحرم. تعرفونها الأشهر الحرم؟ شهر رجب، شهر ذو القعدة، شهر ذو الحجة، وأي شهر؟ هذا الشهر اللي احنا فيه. 4 شهور يسمونها الأشهر الحرم. وينها ليلة القدر اللي هي خير من 1000 شهر؟ ليش ما صارت من الأشهر الحرم؟ احنا قلنا الأشهر الحرم رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم. ليلة القدر في أي ليلة؟ في شهر رمضان. ليش ما صارت من ليلة من الأشهر الحرم؟ عمي إذا حكوا عن مسلم أنه المفضل من أهل بيته، شيل العباس على صوب، العباس يغبطه عليها الشهداء. العباس وصل إلى المرحلة الصديقية التي فاز فيها على صديقية الأنبياء. الأنبياء صديقيتهم يمتنعون عن المحرم، وأبو الفضل العباس صديقيته يمتنع عن المباح. يا نفس من بعد الحسين، ما يحجون. شنو تقول للعباس؟ لا، العباس استثناء، العباس استثناء. موسى الكليم أشد الله أزره بنبي وهو أهارون، ولما احتاج الحسين إلى من يشد أزره جعل الله للحسين أبا الفضل، فلهذا قال: الآن انكسر ظهري. لا تقول لي مسلم على شأنه وعلى درجة العالية، واحفظها مني والليلة سجلوها وإن شاء الله تطلبونها.
تطلبونها من مسلم ومن العباس، كما أن الله جعل للحسين بابا وهو أبو الفضل العباس، فإن باب مدينة علي بن أبي طالب هو مسلم ابن عقيل. شلون إذا طلبت حاجة من مدينة الحسين ادق باب أبو فاضل؟ من تطلب حاجة من عند أمير المؤمنين ادق باب مسلم ابن عقيل. روح شوف أهل الكوفة شقد قضوا شقد قضى مسلم ابن عقيل حوائجهم، يسمونه سبع الكوفة، مثل ما العباس سبع القنطرة مسلم ابن عقيل سبع الكوفة. هذا صاحب الحوائج، هذا الغريب، هذا عزيز الحسين، أول دمعة طاحت من الحسين على مسلم ابن عقيل. ما يتذكرون الأولاد، ما يتذكرون، راحت. بس إن شاء الله لا بعدكم تبقونها اللطمية اللي يوم احنا صغار نقراها هالأيام هذه من سفرة حسين. هاي أول مصيبة، خانت الكوفة وانذبح مندوبة، هاي أول مصيبة، هاي أول كسرة إجت على الحسين عليه السلام. ولهذا من الفوارق بين إبراهيم وبين الحسين، إبراهيم يوم اللي رسل المقرب إجوه الملائكة يبشرونه لا تحاتي إبراهيم، لا تشيل بقلبك، راح يجي وراح الله يسلمه وراح تلتقي به وراح تضمه إلى صدرك. وفرح إبراهيم وفرحة سارة والله رزقهم ولد ببركة جية لوط. زين منو جبشر الحسين؟ قال له مسلم راح يجي. حسين حصل بشارة بعد مثل ما إبراهيم حصل بشارة؟ إيه أقول لك البشارة اللي سمعها الحسين، أقول لك البشارة اللي سمعها سيد الشهداء عن المقرب الذي أرسله، يرويها العلامة المجلسي في بحار الأنوار 44 صفحة 373. قال حدثنا أكو اثنين من بني أسد، واحد يسمونه المنذر بن المشمعل وذا واحد ثاني يسمونه ابن سليمان من بني أسد، هم اللي بشروا الحسين. حدثنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قتل مسلم وهاني ورآهما يجران في السوق، ورآهما يجران في السوق من أرجلهما. والله لأمرد قلبك الليلة، وغلاتك عندي لأمرد قلبك الليلة. هل غريب هذا اللي يقولون مصيبته ما تبكي؟ هذا مصيبته ما تبكي؟ خلي أشوفك تلزم دموعك عليه لولا قطعة وراسه وذبوه من على القصر، وأول ما طاح تكسرت أضلاع. طلعوا العساكر شايلين حبل، طوعة واقفة، ايش راح تسوون؟ ليش الحبل؟ جنازة ليش جابين لها حبل؟ ربطوا رجل مسلم بالحبا. بعدي عمي بعدي، بعدي ما وصلت وياك، بعدي ما وصلت وياك، بعد إلي شغل وياك. صاروا يطوفون بي بالشوارع، عاد ما أدري عمي، مقلوب على وجهه، مقلوب على ظهره، ما أدري، الله يشهد ما أدري. أنا أدري عن ذيك الجنازة اللي مرت عليها زينب، إيه ذيك أدري عنها مقلوب على وجهه، هالغريب ما أدري عنه. يسحبونه بالحبال، هذه اللي أريدك تصرخ بيها، عد راس الشارع يوقفون يطلعون الناس بالعصي والحجارة فيضربون جثة مسلم. هذه البشارة اللي بشروا بها الحسين، إذا إبراهيم فرحه وقلبه على لوط وتونس وإجى ذاك اليوم اللي يشوف به لوط ابن عمه أو ابن أخوه الحسين اللي احترق قلبه على هالغريب. بعد خلاص مسك الختام، حصلت الدمعة، حصلت المجلس اللي أريده. خلي أقرأ لك آخر كلمة يذكرها آية الله شيخ محمد رضا الطبأسي صاحب كتاب مقتل الحسين ابن من المحققين. زين هذا الجسد علمتك عنه، راس مسلم وين يا جماعة؟ رد علي، راس مسلم وين؟ راس مسلم ودوه الشام، اسمعني عمي، راس مسلم ودوه الشام، وين ودوا الراس؟
حطوه على باب الساعات، وظل عمي من شهر ذي الحجة إلى محرم إلى صفر الشمس تصهر خد مسلم. خلي أقرأ لك، اعطيني مهلة الزم الدمعة. في مقتل الإمام الحسين للشيخ الطبسي صفحة 250 قال عن بعض المقاتل أن رأس مسلم كان معلقا على باب دمشق إلى ورود الرؤوس وأهل البيت، يعني يوم جابوا زينب الأحبال بإيدها وجابوا رأس الحسين، فلما وصلوا في الباب اسمع انحنى رأس الحسين على رأس. فدوى ولاءك عمي، ما أعطيتني مهلة، الجاي يحرق قلبك أكثر. انحنى رأس الحسين وكذلك رأس مسلم انحنى وتعانقا وجرت الدموع على قام يمشي في الشوارع غريب ما عنده أحد، عطشان من الظهر ما حد عطاه قطرة ماي، كل ما يوصل عند باب يريد من عندهم قطرة ماي يسدون الماي الباب بوجهه. جاب الزمن إلى هالمرأة الفاضلة الطاهرة الطوعة إلا صار إلها ذكر في العشرة، ما تجي موسم محرم وموسم عاشوراء إلا طوعة اسمها ينذكر ويا اسم زينب. شوف الولاء الصادق، وصل عند بيتهم تعبان ما يقدر يتحرك، قعد على الأرض حط راسه على الجدار وقام ينآه. الله لا يخليك تون من غربة ولا يخليك بضيم بجاه المضيوم المقهور. الجارية راحت لطوعة قالت مولاتي واحد عند الباب وين وخايفة أفتح الباب الزمن خوف. قالت وخري أنا أشوفه. فتحت الباب وإذا ولد شاب عمامته خضراء، قالت هذه عمايم بني هاشم شن علوي، هذا سيد منو أنت؟ ساكت ما يحكي. احكي وياك رد علي، ما يجاوب. زين لا تقول لي منو انت، الك حاجه؟ صاح عطشان. والله ما ادري هالدمعه من عندك على اي عطشان منهم، والله ما ادري على منو تبكي الان ما ادري، بس عم التاريخ يقول قال بس عطشان. واحد غيره قال تفتتت كبدي. عطشان اسم الله عليك، الآن أجيب لك قطرة ماء. عين من الله خير. طبت ملأت قدح الإناء، قالت ما أضايق أجنبي، خلي أخلي القدح عند الباب يشرب براحته ويقوم يمشي. سدت الباب، ورا شوية قالت يمكن شرب ماي ومشى، خلي أفتح الباب أخذ القدح. فتحت الباب وإذا هذا الشاب حاط راسه بين ركبته. وين يروح عمي وين يروح الغريب؟ وين يروح؟ علمني. اللي يسدون الباب بوجهه وين يروح؟ الما عنده أحد بالبلد وين يروح؟ إلا الدنيا كلها مقلوبة عليه وين يروح؟ صاحت يا عبد الله شربت الماء؟ إي والله جزاك الله ألف خير، أجيب لك غيره بعد. قال وين هي هالقطرة ما طافت من حلقي، شايل هم على أهلي. قالت يا عبد الله شربت الماء؟ قم وانصرف، تبعدك ولد شاب يمكن عندك أم حنونة تحاتيك، يمكن متزوج وعندك بنية صغيرة ما تنام إلا بحضنك، قوم روح لأهلك نص الليل. سكت شي يقول لها. قالت كلمة مثل الطعنة بقلب مسلم، الله لا يسمعك كلمة تغثك وتأذيك. قالت يا عبد الله قم وانصرف فإن جلوسك حرام عنده. أعطني مهلة عمي، أعطني مهلة. شال راسه وين توجه؟ صوب النجف. صاح علي
يسمونك حلال المشاكل، كل واحد يطيح بشدة تحضر له، تعال شوف أولادك إيش صاير بيهم يا أبو عزيز. شيني من مجلس الليلة عمي، عاشوراء صار الليلة. قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنا، جلك شريف وشوفتك يا شهم تنهايا بلهلك دروح القمار غرب والنجم دا. ويلي روح بعجل لهلك قبل لا يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل، قالها غريب ولا أهل عندي ولدا. قالت هلك في وين انت من اي ديرة؟ قالت هلك في وين؟ قالها من المدينة، وعنها ارتحلنا والزمن جاير علينا علينا علينا. مسلم انا وعمي علي لي يذكرون، مفروض وامسيت ببلدكم مالي انصار عليك. مسلم هالبيت اريد اسمع صوتك انت اللي تقرأ. يقلها غريب بهالمدينة ومالي معين، وبيني وبين أهلي غرد صايح البين، وما أشوف لي واحد يودي خبر لحسين. يقل له ترى مسلم برض كوفان محتار. أويلي سامحني يا مسلم ما عرفتك، لا تشكي على عندي على لا تشكي علي عند امك فاطمه، تقول لها طردت سيد من على الباب، ترى والله ما ادري عنك. سامحني يا مسلم ما عرفتك، على الباب يا مسلم طردتك، كسر خاطري سيلت دمعتك. ادخلته الى الدار، قدمت له الطعام والشراب، لم يأكل ولم يشرب. قال أمة الله قربي إلي الماء أجدد وضوئي. قام يصلي صلاة الليل، بينما هو كذلك وإذا به يسمع صوت الخيل وقعقعت اللجوم. قال ناوليني سيفي، صارت تضرب باليدين على صدرها، مد يده اقتلع الباب تترس به وخرج وهو ينادي أقسمت لا أقتل إلا حرا، ولو رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أخدع أو أغرى. رد شعاع الشمس فاستقرى، من شدة التعب أسند ظهره إلى الجدار. صار أهل الكوفة يغلون الماء الحار ويسكبونه على رأس مسلم، الأطفال يأخذون الحجارة ويرمونها عليه. هاي تحتاج من عندك صيحة. أما النساء أوقدت الحطب والأخشاب بالنار وألقوها على رأس مسلم، أيوة ويلا. وحينها احتفروا له حفيرة يا الله، وغطوها بالدغل والتراب، وأقبل مسلم يطاردهم فوقع في الحفيرة،
ولما وقع تكسرت أضلاعه. يا حسين يا حنون يا أبا عبد الله. أقبل إليه محمد بن الأشعث ضربه بالسيف. الليلة أريد مجلس مسلم مميز من كل العشرة مميز، لين توقف بمسجد الكوفة على الضريح أقول له سيدي وفيت وياك، ما أرضى واحد يسميك غريب، ما خليناك غريب في البحرين. كلنا هاي الأبيات نقراها داخل وبرا. طاعة تصيح على السطح فدوى إليك، ليتك حضرت تشوف يا انت تقرا الليله. طاعه تصيح على السطح ريتك حضرت تشوف يا شيخ صاير بن عمك الموثوق طايح جابوه مثل الطير مكسور صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي بي شبيدي وانا حرمة وضعيفة ما اقدر احمي لو يتركونك كان فت قلبي وداويك كان سلمت من كيدهم سلم. طور القديمة أبانا اللي نقرأ بيها كلنا وياه قالها يا طاع اليوم يا زهراء انظريهم أوصيت كان بهالبلايات طبوا شتريد مسلم قولي لهم مسلم يبالغ واجرج على الله والنبي سيد جيكم يا طاعة مخدرة حيدر إن شاء الله بتجينا في الهودج الأخبار إن شاء الله بتجينا وراية أبو فاضل ترفرف على راسها قال لها راح العز راح جيكم يا طاعة مخدرة حيدر على كور جني أشوف أنها بوسط الديرة الدور حسرة على اللاقى وراس حسين مشهور وتدخل على ابن زياد زينب والنساوي إن شاء الله قريب جيتها بنت الزهرة جايتنا نعدل لها المكان جيته الكوفة ترى ما هي بعيدة تشوفين وياهم علي يرفل بقيدة زور اليتامى وقبل بنتي حميدة وخلفي على زينب يا طاعة والنساوين عم اسمع من عندي هالبيت أرجوك البيت مو إلكم يا زلم يا رجاجيل إلى النسوان اللي قاعدين فوق ولا قاعدين بالحسينيات يسمعن إلا من أول العشرة عندها بنية عمرها 3 سنين و4 سنين قالت بابا السنة من لبس شي حجاب نفس حجاب رقية سنة تروحين الحسينية بالحجاب أقرأ لهم هذا البيت بنية سلامة الأولاد والما عند ذرية الذرية الصالحة طوعة تقول له مسلم 40 طفل وطفلة شي عرفني حميدة مني دعتني عليها على معاد قال لرتي يا طاعة تعرفيها وبتعمل المعروف فيها شسوي
جيب يقناع وستري. اعطيتني مهلة تقول له علوية شلون تمشي من غير حجاب. جيب يقناع وستريها ترى هي طاعة مسلبي. ارحم روحك بعد اللي شغل وياك. ايه من عيني حاضر خلها بس تجينا وانا اكسر خدامة الها اخلي خدي تحت نعالها. هي بنت الزهرة تستاهل. وهذاك اليوم قاعدة طوعة بالبيت واذا تسمع الصوت خوارج. وين الخوارج؟ قالوا هناك بالخرابة مقعدينهم. ما اجت واذا فضة خادمة الزهرة على باب الخريبة. قالت فضة انا طوعا لأجرت مسلم انا الي محسوبة من عندكم. عندكم بنية من البنات اسمها حميدة. قالت هذه بنت مسلم. قالت جيبيها ابوها خطاري ضيفي موصلني اسلم عليها وابوسها وجايبة لها حجابة خليها على راسها. راحت فضة جاءت بحميدة. قومي. قالت وين بتوديني يمه؟ قالت وحدة جاية شايفة أبوك تريد تسلم عليه. قامت حميدة تركض. طوعة يا عم احكي لي حالة من طاح منه تدنالة غسلوا عن القاع شالة. أنا تمنيت لن خالي بداله خيمة ويظلل على عيال. ما أكمل البيت. شفت الشمر صلي على محمد وآل محمد وعجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين بحق سيما من سالون الدعاء. لأمواتنا وأمواتكم ولمن مات على الإيمان نهدي جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وثواب الفاتحة مع الصلوات.